كنا عايشين، مو بس أنا، كان يعني كانت مأساة يعني عامة، مأساة المدنية، معظم الشعب عايشين تحت النار، تحت خط النار. يعني ما منصدق إنه يصير المساء بده يطلع علينا الصبح، أو يجي الصبح بده يصير علينا المساء. أغلب الأطفال كان يصيبها مرض اليرقان أو الصفار من الرعبة، التهاب الكبد من نقص المياه الحوض، من نقص الأغذية. أحنا المعكرونة والفاصوليا وأكلناها، اضطرينا لأسوأ مرحلة، صرنا نقطف ورق الشجر والله ونطبخه. This is a huge trauma for all people, and especially I see a lot of parents struggling how to shepherd their children through this, and this running up and down to the basement whenever the air raid sirens go off. Yeah, it's a huge trauma. وهذا الشيء ما كان لا في تصوير ولا في دعاية ولا في يعني بهرجة إعلامية، بس اللي قضيناه ما رح ننساه ولا رح ننسى أمخن عليه. كان مرعب حد الرعب، كان موت بحد ذاته، ما له صفة تانية، ما له وجه آخر.